ما هذا النوع من الرسومات؟ وش يديروا به الناس؟ وش دير به؟ أنت علاش اخترت هذا النوع من الفنون؟ وكيفاش راك تشوف المستقبل تاعك في هذا الفن؟ اش نشوف فيها؟ اش نخلي سوفونير روحي برك. برك. ما نشوف سوفونير. ما درتش معارض، ما شاركتش معارض. لا عيطوني شي بلديات ما نرسم في في الاستاد ولا. ايه. ما يعني انت التخصص تاعك رسم رسوم متحركه يعني. شخصيات كرتونيه. ايه شخصيات كرتونيه ساعات شخصيات. ايه. طبيعه نشوفوا تاني. يعني ترسم غير بقلم رصاص اللون الابيض والاسود برك. هذاك مسكين ما جربتش الالوان. لا كنت نجرب بصح كنت رسمو لي قلم رصاص اللي خرج عليا برك برك. التلوين كان يخسرها شويه. تقدر تتحكم فيه. ايوا. شحال حجم اكبر رسمه رسمتها ولا غير بهذا في هذا النوع من الورق؟ رسمت في لوحه. لوحه ماشي عندي في بريمستوس في الاقامه الجامعيه بقلم رصاص. شاركت في اقامه جامعيه الرسوم بقلم رصاص. قلم ما بالحبر ولا بالحبر. بالحبر بالحبر. شكون اللي خير الحبر ولا قلم رصاص؟ قلم رصاص خير. ما تخافش يجي واحد يبحيه قلم رصاص. كنت نختار ترسمي رسمه يجي يبحيوها يعني ما راحش يدوم مع الوقت. حبيت القلم الرصاص. شخصيه تومي جيري. شخصيه تومي جيري. ايه كنت نحتفظ بهم نصورهم ونخليهم. بصح ما شفناش بورتريهات. ما عندكش شغف انك؟ لا لا دير باجا للرسم. كاين. عندي باجا للرسم. لا البورتري يعني بورتري وجوه اشخاص. ناس كاينه صور ثم كاينه هذه. هذه شخصيه حقيقيه ولا من الخيال؟ من الخيال. من الخيال. من الخيال. ما تجربش انك ترسم مثلا انا لطفي ترسمني؟ جربت رسمت ليونيل ميسي. ايه ما جبتهاش معايا في كبيره شويه ما قدرتش نجيبها. قال لك ليونيل ميسي ماشي يعني ماشي لطفي. ميسي ميسي ماشي لطفي. ما خممتش انك تدرس قواعد الرسم باش تزيد تحسن روحك اكثر؟ بعد ما نكمل الدراسه في الجامعه لنا بالك. وفي اليوتيوب شارك. وفي اليوتيوب كاين بزاف ربما فنانين اللي يعلموا يعني. ويقدموا قواعد الرسم وغيره. لا انا ملي كنت طالع على قلم رصاص كيف النوع تاع قلم رصاص نطالع فيه. كاين انواع ولا قلم رصاص؟ كاين انواع. كاين تشطيب تخطيط.